الفرق بين will و going to، كل واحدة لها استخدامات. أول شيء ال will، ال will لها ثلاث استخدامات. الاستخدام الأول القرارات السريعة العاجلة اللحظية، يعني مثلا I'm hungry، I'll go to the restaurant، أنا جيعان راح أروح المطعم، ما قد فكرت بهذا الشيء لأنه شيء لحظي، قرار سريع عاجل غير مخطط له. الاستخدام الثاني عند تقديم المساعدة، شفت شخص يحمل أشياء ممكن تقول له that looks heavy، I will help you with that، تبدو ثقيلة، دعني أساعدك بذلك. الاستخدام الثالث الوعود والتهديدات، الوعود مثلا don't worry I will marry you، لا تقلقي سوف أتزوجك، هذا وعد. التهديد if you don't go away I will call the police، إذا لم تبتعد سأتصل بالشرطة. going to لها استخدامين رئيسيين، الاستخدام الأول القرارات المسبق تخطيطها، يعني مخطط لها من قبل، مثلا I'm going to travel to Canada next week، سأسافر إلى كندا الأسبوع المقبل، يعني شيء أنا مخطط له من قبل، ليس قرار سريع زي will. الاستخدام الثاني لما يكون في دليل أو علامة على حدوث شيء، مثلا My stomach hurts I think I'm going to throw up، معدتي تؤلمني أظن أنني سأستفرغ، هنا في دليل أو علامة على حدوث شيء. مثلا في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ريال مدريد فايز على برشلونة 5-0، باقي على المباراة دقيقتين وتنتهي، فهنا دليل واضح أنه ريال مدريد راح يفوز، فقيسوا باقي الأمثلة على هذا المثال. أهلا وسهلا، إيش الفرق بين so و such؟ جميعهم بمعنى جدا، لكن يختلفوا شوية في الاستخدام، ركزوا معايا. نأخذ أول شيء so بمعنى جدا، واللي هي صيغة مبالغة. طيب المثال الأول he is so strong، إنه قوي جدا. المثال الثاني she is so clever، إنها ذكية جدا. طيب إيش نلاحظ؟ نلاحظ إنه بعد so جت صفة قوي ذكية، ف so يجي بعدها صفة، هذه باختصار so. نروح الحين ل such هي نفس so ولكن بإضافة واحدة فقط، ركزوا معايا جدا سهل. طيب المثال الأول يقول he is such a strong man، إنه رجل قوي، هنا إنه قوي، هنا إنه رجل قوي، فأضفنا فقط اسم، فهنا هذه الصفة وهنا اسم، ف such نستخدمها إذا حابين نضيف اسم للصفة، عماد ذكي، عماد رجل ذكي، فهمتوا؟ مثال آخر عماد غني صفة، لو نبغى نحولها إلى search نقول عماد رجل غني، بس تزود اسم فقط. طب نشوف المثال الثاني يقول she is such a clever girl، إنها فتاة ذكية، هنا إنها ذكية، هنا إنها فتاة ذكية. طيب يعني هنا صفة وهنا اسم. إذن القانون يقول إذا تبغى تستخدم so بعدها صفة، تمام؟ إذا تستخدم such بعدها صفة بعدها اسم، such بعدها صفة بعدها اسم، such بعدها صفة بعدها اسم. أهلا وسهلا، إيش الفرق بين so و very و to؟ جميعهم بمعنى جدا، صيغة مبالغة، يختلفوا شوية في الاستخدام. أول شيء معانا so و very، very و so يتشابهوا بشكل كبير جدا، اللهم في فرق واحد فقط، ركزوا معايا. القاعدة تقول إنه very و so نفس بعض، اللهم so يكون فيها مشاعر نوعا ما، ركزوا بالمثال، لما نقول you make me so happy، أنت تخليني مرة سعيد، فتحس إنه في مشاعر في هذه الجملة، أنت تخليني مرة سعيد، جدا سعيد، في مشاعر. بعكس هنا the tea is very hot، الشاي جدا حار، ما في أي مشاعر، صح ولا لا؟ فاستخدمنا very. طيب المثال الثاني يقول the room is very small، الغرفة جدا صغيرة، ما في أي مشاعر، ما في أي مشاعر. المثال الثاني هنا يقول I am so angry، أنا جدا غضبان، في مشاعر وأنا أتكلم، أنا جدا غضبان. بعطيكم مثال خارج هذه الأمثلة. الحين لو شفت شيء جميل، فلنقل امرأة جميلة، أقول واو she's so beautiful، في مشاعر، واو إنها جميلة جدا، في مشاعر. بعكس المثال
جدة is beautiful. مدينة جدة جميلة. ما في أي مشاعر لما أقول جدة جميلة. بعكس لما أقول واو she is so beautiful. تحس في مشاعر في الجملة. فهذا هو الفرق. الخلاصة الفرق بين so very إنه very جدا بشكل عام. لكن so بمعنى جدا بس في مشاعر جوا. نجي الحين عند to بمعنى جدا لكن جدا أكثر من اللازم. إيش معنى هذا الكلام؟ بالأمثلة تتوضح كل النقاط. هنا أعطتكم مثال في له to نفس المثال في له very عشان نعرف الفرق بين to و very و so. طيب المثال الأول يقول the soup is too salty. الشربة أو الحساء جدا مالح. وهنا the soup is very salty. الحساء أو الشربة جدا مالح. طيب إيش الفرق بين الجملتين؟ ده منه نفس المعنى جدا. هنا الحساء جدا مالح لدرجة إنه أكثر من اللازم لدرجة إنه أنا ما أقدر أكل هذه الشربة. ما أقدر. جدا 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 يعني أكثر من اللازم ما أقدر. لكن هنا very الشربة أو الحساء جدا مالح لكن مقدور عليه. مو أكثر من اللازم، لا هو مالح لكن أقدر عليه. المثال الثاني يقول the test was too hard. The test was very hard. الاختبار كان جدا صعب. طيب ايش الفرق؟ الفرق انه هنا الاختبار جدا صعب لدرجة انه شيء مستحيل مرة 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 صعب اكثر من اللازم باستخدام to. لكن باستخدام very الاختبار جدا صعب ولكن مقدور عليه. كان مقدور على الاختبار وحليت الحمد لله يعني. امثلة اخرى مثلا the tea is too hot. الشاي جدا حار. The tea is very hot. الشاي جدا حار. طيب ايش الفرق؟ الفرق انه الجملة الاولى الشاي جدا حار لدرجة انه ما اقدر اشربه. جدا جدا حار اكثر من اللازم. لكن الجملة الثانية الشاي جدا حار ولكن اقدر اشربه شوية شوية. اقدر. الجملة الثانية this is too cheap. وهنا this is very cheap. cheap بمعنى رخيص. هذا جدا رخيص وهذا جدا رخيص. الأولى هذا جدا رخيص لدرجة إنه أكثر من اللازم لدرجة إنه تشك يمكن المنتج هذا سيء جدا لأنه رخيص جدا أكثر من اللازم. لكن باستخدام very المنتج جدا رخيص بصورة طبيعية. طيب الخلاصة، الخلاصة إنه so very to كلهم بمعنى جدا. so لما يكون جدا في مشاعر، very بشكل عام، بشكل عام نستخدم very بمعنى جدا بشكل عام. تو لما يكون شيء جدا أكثر من اللازم. وبكذا خلصنا هذا الدرس. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. كان معكم عماد أنور. شكرا جزيلا لكم. لحظة بس، إذا تشوف الشرح يستاهل لايك لا تقصر معنا، حط لايك.